للمزيد حول قرار أستراليا تصنيف حركة حماس بجناحيها العسكري والسياسي منظمة إرهابية، ينضم إلينا عبر الهاتف من خان يونس الناطق باسم الحركة السيد حماد الرقب. سيد حماد، بداية السلام عليكم. بعد أن صنفت أستراليا كتائب عز الدين القسام على قوائم الإرهاب في بلادها اليوم، يعني تقرر وضع الجناح السياسي للحركة أيضا على قوائم الإرهاب، يعني كيف تلقيتم هذا الخبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالنسبة لنا هذا الإعلان هو وإن كان إعلان سياسي لكنه إعلان خاص بصورة كاملة، هو إعلان تنحاز فيه أستراليا إلى الإجرام والإرهاب الصهيوني. نحن لم نأتي لنحتل البلد ولم نقتل أهلها ولم نشردهم، نحن أصحاب البلد وأصحاب الأرض، نتعرض للمجازر والمذابح، تدنس مقدساتنا، تغتصب أراضينا. الذي سمع إلى تقرير منظمة العفو قبل أيام قليلة والذي وصف الاحتلال الصهيوني بأنه يمارس التمييز العنصري الكامل عبر جذور الفصل العنصرية، عبر هدم البيوت. نعم أكمل، عفواً أكمل. أقول الذي يرى بصورة واضحة كل هذا الإجرام الذي يمارسه الاحتلال ثم يستنكر على المقتول والمذبوح والمطارد والمهدم بيوتهم أن يدافع عن أنفسهم، مما لا شك فيه أن هذا ميزان أعوج ومنحرف. بالنسبة لنا هذا الأمر لا يؤثر كثيرا، فأستراليا أصلا هي بلد بعيدة ولا يوجد بيننا وبينه أي علاقات، ولكن أن تقوم أستراليا بهذا الأمر أن تدفع بضاعة سيئة وسخيفة من أجل دعم اللوبي الصهيوني. أستاذ حماد، لماذا الآن في هذا التوقيت تحديدا؟ ومن ثم فنحن نقول أن أستراليا في هذا المقام تقع في ارتكاب الخطيئة، ونحن لن نستجدي أحدا بأن يرفعوا هذا الأمر ولن نطالبهم به. الأيام دول ونحن واثقون أننا كأصحاب حق سنتمكن في القريب العاجل إن شاء الله تعالى من تحرير أرضنا وديارنا، وستجد أستراليا وكل ما سار في فلكها أنهم يتقدموا للاعتذار لشعب الفلسطيني عن هذه الفضيحة النكراء. لماذا جاء القرار قرار تصنيف الجناح السياسي للحركة بعد سنوات من تصنيف كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة؟ أولا أريد أن أوضح أخي الكريم، سواء قلنا جناح سياسي ولا عسكري ولا أمني، حماس حركة متكاملة والأدوار فيها كلها بذات الأهمية، ومن يقع في دور العمل السياسي هو عمليا يكون رأس الجهاز العسكري ورأس الجهاز الأمني. ولذلك محاولة التقسيم في الحركة وكأن هناك جناح عسكري غير منضبط بالقوانين والأنظمة العالمية والجناح السياسي منضبط، هذه توصيفات تمثل حالة من حالات إنصح التعبير التوهم للمستمع بأنها تمثل منطقا. بالنسبة لنا لا يوجد فرق مطلقا، ومن هو عسكري قد يكون في اليوم التالي سياسي، ومن هو سياسي فهو في الأصل حمل الحقوقية. ولذلك التمييز بين الحركة وأجنحتها التمييز مرفوض ولا محل له من الإعراب. ما ذكرته لكم أننا في هذا القضية نقول أن الناظر لما يجري في أستراليا فهو تقرب للوبي الصهيوني في معاركهم الانتخابية الداخلية، وهم لا ينظروا إلى المنظومة القيمية والأخلاقية التي من ورائها يتخذ هذا القرار. لو سألتم أستراليا لماذا تصنف حماس كحركة إرهابية؟ هل حماس مثلا مارست قتل لأسترالي واحد أو اضطهدت أسترالي واحد؟ هل قامت بمقاتلة أي إنسان على وجه الكرة الأرضية من غير الاحتلال الغاصب؟ بل إننا حتى اللحظة لم نقم بأعمال جهادية خارج حدود فلسطين، يعني فقط نحن نستهدف الاحتلال الصهيوني الجاثم على أرضنا. ماذا تريد من أستراليا؟ طيب. تريد منا مثلا أن نتنازل عن أرضنا وديارنا وأن نتنازل عن قدسنا وأن ننخلع؟ إذا كان هم يرضوا على أنفسهم ذلك فليتركوا أستراليا وليذهبوا إلى أي مكان آخر، لكن أن يسوق هؤلاء علينا هذا الأمر فلا يعني ذلك إلا أن متخذ القرار في أستراليا وصل حالة من حالات الانحطاط الأخلاقي والقيمي. نحن مستمرون إن شاء الله، لن يضرنا من خذلنا ولا من خالفنا، ماضون في طريقنا، لن نكترث. لو أن العالم بأسره وقف ضد حقوقنا فنحن مستمرون فيها، نتتابع في أجيالنا ونتوارث الدماء
التي نطخها من أجل فلسطين دون أن ننظر خلفنا، لأننا واثقون تماما. السلام عليكم. شكرا جزيلا. من خان يونس الناطق باسم حركة حماس السيد حماد الرقب، شكرا جزيلا لك.